Jesus Christ is everything. يسوع هو كل شيء. هو الكل في الكل. هو أكتر من كفاية. هو في رأس العالم. في كولوسي الأولى بيقول إنه هو صورة الله الغير المنظور. بكر كل خليقة. فيه خلق الكل، ما في السماوات ومع الأرض، ما يرى وما لا يرى، أنا وأنت، لأن كل شيء به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. دي فكرة مريحة جدا، أنه نفكر أن يسوع المسيح بيحمل كل الأشياء، أنه فيه يقوم الكل. إحنا في وقت مميز جدا في وسط ما العالم بيقع، لكن إحنا بنقع في حب أعمق فيه والبعض، فبنجد قوة وبنجد ثقة وإحنا بنتحد مع بعض وإحنا بندعم بعض. الرب عمل أمر عظيم في أرواحنا وإحنا ممتنين لي، ممتنين إن إحنا ندعو بعض عائلة، لأنه حبه هو اللي مسكنا، لأنه بيحب أن يكون معنا وإحنا بنحب أن نكون معه، وهو بيعلمنا وبيعرفنا إزاي ندخل لأعمق. فكل لما نضعه في الوسط، كل ما نشتاق لوجهه، كل ما نقعد في حضوره ونعطيه المجد، هو بيرفعنا أكتر وأقرب، ونشعر إن إحنا أقرب من قلبه ومن بعض، لأن ده وقت مميز جداً في تاريخنا، إن الرب بيسيح قلوبنا لنكون قلب واحد من أجل تتميم ما في قلبه. إن صلاته لما كان في جسماني تتمم، إنه يكون واحد كما إني أنا واحد، فإن إحنا نكمل ننمو في المحبة ونتوجه كملك ومخلص. يسوع كون أنت في وسط الكل.